الجديد هنا في وسط قطاع غزة بأن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، خاصة على مدينة دير البلح التي تشهد منذ أمس تكثيف للغارات الإسرائيلية من قبل الطائرات الحربية، سواء طائرات الF-16 أو حتى أيضا الطائرات الكواد كابتر المسيرة، إضافة لطائرات الاستطلاع التي تستهدف منازل المواطنين وكذلك تطلق النار من خلال الكواد كابتر على الأحياء السكنية هنا وسط قطاع غزة. 38 شهيدا وصلوا منذ يعني أمس عصر أمس تحديدا على من وسط قطاع غزة لمستشفى الشهداء الأقصى، لكن قبل أقل من 10 دقائق غارة إسرائيلية جديدة وهي الغارة الخامسة أو السادسة منذ أمس على مدينة دير البلح، تستهدف منزل يعود لعائلة خطاب في منطقة البخاري، وهي منطقة تقع في حي الحكر وسط مدينة دير البلح هنا وسط قطاع غزة. عائلة خطاب بالأمس الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلهم وارتقى عدد من الشهداء، وقبل قليل أيضا تعاود الطائرات الحربية واستهداف منزل يعود للمواطن عصام خطاب في منطقة الحكر وسط مدينة دير البلح، خلف هذا الاستهداف عدد من الشهداء والإصابات، يتم نقلهم في هذه الأوقات من منطقة الاستهداف باتجاه مستشفى الشهداء الأقصى هنا في دير البلح. قبل قليل أيضا عدد من المواطنين تمكنوا من انتشال عدد من المصابين بعد قيام طائرات الكواد كابتر بإطلاق النار باتجاه عدد من المواطنين قد كانوا يتواجدوا قرب منطقة وادي غزة ومعصرة أبو عودة كما هو معروف هنا وسط قطاع غزة. عدد من الإصابات وصلت لمستشفى الشهداء الأقصى بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال وأيضا القناصة المنتشرة داخل منطقة جحر الديك هنا وسط قطاع غزة. عدد كما أسلفت من الشهداء وصلوا لمستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح منذ ساعات صبيحة هذا اليوم، خلفت يعني حالة من الحزن الشديد لدى أوساط المواطنين وكذلك العائلات الفلسطينية التي جاءت هنا لمستشفى الشهداء الأقصى، إضافة لانتشال الطواقم الطبية لجثامين 7 من الشهداء بعد استهداف منزل الليلة الماضية في منطقة الزوايدة، منزل يعود لعائلة شحادة والتلباني. قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذا المنزل وخلف 7 شهداء. الآن تحدثنا عن غارة جديدة، نعم تحدثنا عن غارة على منزل يعود لعائلة خطاب في دير البلح قبل أقل من 10 دقائق. الآن وصلت سيارات الإسعاف كما تشاهدون، هذه سيارة الإسعاف الآن تصل، ما نشاهده الآن هو هم أطفال، الآن طفل الآن داخل هذه السيارة، الآن سيقوم نعم الآن المسعف يقوم بإنزال الطفل في هذه الأوقات كما يعني نشاهد، أيضا رجل كبير بالسن، هذه هي هم بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي، أطفال وكبار سن ونساء، أيضا هنا مرأة على الأرض داخل سيارة الإسعاف الآن سيتم إنزالها من قبل الطواقم الطبية. عدد من الإصابات كما تحدث وعدد من الشهداء في استهداف منزل جديد يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لربما الصورة تكون أوضح بعد قليل عندما يعني نتواصل مع الطواقم الطبية لمعرفة ماهية عدد الإصابات وكذلك إن كان هناك شهداء بهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة. طيب كذلك محمود، يعني هذا العدد من خلفك بماذا يقوم؟ هل هم مثلا من ذوي الإصابات؟ هل هم من ذوي الشهداء؟ وكيف تبدو الأحوال داخل المستشفى؟ المواطنين الذين تجمعوا أمام هذه السيارة منهم أقارب للمواطنين ومنهم أيضا من النازحين الذين يتواجدوا هنا داخل المستشفى لتفقد المصابين إن كانوا أقاربهم أو كذلك يعرفونهم حتى يتم التعرف عليهم. تعلمون بأن المصابين الذين يأتوا هنا بعد استهداف الاحتلال للمنازل يصلوا لربما بدون بطاقات شخصية ويصلوا أيضا بدون أي يعني معلم حتى يتم التعرف عليهم، لكن هاني هنا تتواجد العائلات الفلسطينية ويتواجد النازحين منهم أقارب وكذلك منهم جيران للمنزل الذي يتم استهدافه هنا وسط قطاع غزة، ومن خلالهم يتم التعرف على يتامين الشهداء أو كان هناك مصابين مجهولين يتم التعرف عليهم من قبل يعني المواطنين الذين يتواجدوا هنا داخل مستشفى الشهداء الأقصى. هذه هي السيارة، نعم هذا شهيد، نعم يعني نشاهد الآن شهيد، نعم شهيد الآن من ذات السيارة يتم إنزاله باتجاه ثلاجة الشهداء، واضح أنه أكثر من شهيد، واضح أنه أكثر من شهيد. نشاهد أيضا يعني قطع من القماش فوق بعضها البعض، وبالتالي نحن أمام مشهد
هو جريمة جديدة، أشلاء الآن تصل لمستشفى شهداء الأقصى في هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف منزلاً يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في مدينة دير البلح هنا وسط قطاع غزة. هل نحن الآن محمود أمام غارة ثانية على نفس المكان، منزل عائلة خطاب في منطقة الحكر، أم ربما هذه الجثث، ربما هذا الشهيد جاء من تحت الأنقاض؟ لا أدري. نعم، للتوضيح بأن عائلة خطاب الليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف منزلهم في منطقة دير البلح، خلف ذلك عدد من الشهداء تحديدا ثمانية شهداء وصلوا لمستشفى الشهداء الأقصى، لكن هذا الاستهداف هو لذات العائلة ولكن لمنزل آخر تم استهدافه في ذات المنطقة، خلف عدد من الإصابات والشهداء. هؤلاء الشهداء الذين شاهدتموهم من ذات المنزل الذي تم استهدافه قبل قليل، حسب ما يعني يصلنا في هذه الأوقات أربعة شهداء بالفعل، ما شاهدناهم قبل قليل على هذا السرير هم أربعة شهداء، ولكن على ما يبدو بأنهم أشلاء وصلوا قبل قليل ويتم إدخالهم قبل قليل لمستشفى شهداء الأقصى وتحديدا لثلاجة الشهداء. محمود لوح مراسل الغد في دير البلح، شكرا لك.